طبعا معروف أن قانون الانتخابات ينص على أن المرشحين عموما يتم إرسال أسمائهم إلى 5 جهات تحديدا. هذه الجهات هي تنظر في عدة أمور، تنظر في الشهادات الدراسية، وتنظر كذلك في القيود الجنائية، وكذلك تنظر في ما يتعلق بقضايا النزاهة وما إلى ذلك. فبالتالي استبعاد أي شخص، أي مرشح من الانتخابات، طبعا أي قرار لمجلس المفوضين هو قابل للطعن أمام الهيئة القضائية، ليست فقط قرارات الاستبعاد، أي قرار، لأنه قرارات المفوضية هذه حقيقة كجزء من الحفاظ على نزاهة العملية أيضا، أنه لا يوجد قرار لمجلس المفوضين قرار بات، وإنما هي قرارات قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات. الهيئة القضائية هي هيئة يعني تتبع يعني الهيئة التمييزية في مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي من الممكن لهؤلاء المرشحين الذين تم استبعادهم أن يطعنوا أمام الهيئة القضائية للانتخابات، ومن الممكن أن يحصلوا على قرار ويرجعون كمرشحين، وإذا لم يتمكنوا من الحصول على مثل هكذا قرار فإن على الجهات التي رشحتهم أن تستبدلهم بمرشحين آخرين. هذه القضية، يعني هاي الفكرة. هو طبعا بالتقرير يعني أحد المتحدثين ربما يعني قال لي ثبوت، هو قرار موجود ربما لا يثبت. احنا سبق انه في التجارب السابقه قسم من المرشحين عندما استبعدوا طعنوا وقدموا ادله جديد، وبالتالي عاد كمرشح. فهذه القصه، يعني القصه مو يم مجلس المفوضين. طيب. مجلس المفوضين ارسل الاسماء، فبالتالي وردت مثلا كان تكون قضيه تتعلق بشهاده دراسيه، تتعلق بملف جنائي، فبالتالي لو عاد هذا المرشح وطعن وقدم ادله جديده تثبت طيب. على انه هو يعني مثلا بريء من هذه التهمة، من الممكن أن نرجع كمرشح. شرطية الاستبدال متاحة؟ نعم موجودة، وبخلافه يعني إذا ثبت الأمر فلازم على الجهة اللي رشحتها طيب. تستبدله بمرشح. كم تستغرق هذه العملية، عملية التمييز وثبوت الطعن أم من عدمه؟ يعني هذه لازم يتم كلها قبل المصادقة النهائية لمجلس المفوضين على المرشحين. هو موجود سقف زمني، يعني تقريبا الآن من تم استبعادهم يستطيعون بمجرد صدور قرار مجلس المفوضين أن يذهبون للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات. طبعا أنا أعتقد هي قضايا الانتخابات ما تأخر يعني في حسم الأمور، لأن باعتبار المسائل كلها محددة بسقوط زمنية. فقبل المصادقة النهائية، لأنه بعد أن يصادق مجلس المفوضين من الصعب جدا أنه طيب. أن يعني هذا الجرد الأخير لأسماء المرشحين، أم هناك جرد آخر في الأيام القادمة، يعني ربما نشهد استبعاد جديد؟ لا، القانون، شوف القانون بشكل عام حدد 15 يوم لجميع هذه الأسماء التي تذهب إلى الجهات اللي تكلمت عنها الخمسة. بالتالي خلال هذه، يعني مثلا الآن لو المفوضية دزت الأسماء فرضا للهيئة المساءلة والعدالة، 15 يوم تنتظر المفوضية. جاوبت الهيئة أهلا وسهلا، ما جاوبت تنظل 15 يوم، يعتبر هذه الأسماء أنها هي يعني لا يوجد أي إشكال عليها. بالتالي الجهات الأخرى طبعا، وهي طبعا صارت الآن كلها صار في التعاون، وهناك إلزام لها بأن تتعاون مع المفوضية بأن تلتزم بالسقف الزمني، لأن تعرفون حضراتكم هذه يعني احنا عندنا جدول عملياتي في المفوضية محدد بسقوف زمنية، بالتالي لا يمكن لأي جهة أن تتأخر بهذا الموضوع. هذا القرار الأخير، وكما ذكرت بعد التدقيق من الممكن للمرشحين 20 يطعنوا أمام الهيئة القضائية للانتخابات، ومن المحتمل أن يرجعوا، وإذا ثبت عليهم هذا الأمر على الجهات أن تستبدلهم بمرشحين. طيب إذن